من القاهرة والناس مساء الخير، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. على طريقة اقتحام سجن وادي النطرون، الإرهابية تخطط لتهريب المعزول. في مسابقة الإخوان لتخريب مصر، احرق أكثر تكسب أكثر. استجابة لمبادرة السيسي، أهالي رأس سدر يسلمون القوات المسلحة مدافع مضادة للطائرات. إليكم تفاصيل النشرة. مصر ستنتصر على المتطرفين، حيث أكد الرئيس عدلي منصور أن مصر ستظل صامدة في مواجهة الإرهاب الأسود، كما ستواجه كل من يحاول النيل من أمن واستقرار شعبها العظيم بمسيحيه ومسلميه، مشددا على أن مرتكبي الأفعال الإجرامية سيحاسبون بقوة القانون. وأعرب منصور في تهنئته إلى أبناء الجالية المصرية القبطية المقيمة في النمسا بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد عن تمنياته الصادقة للأقباط بكل الخير والتوفيق. أؤكد أن نحن نمتلك مقومات النجاح إذا ما أحسننا وضع الأساس، قادرون بإذن الله على مواجهة الإرهاب بعون الله. كتائب القسام تولت تدريب المجموعات القتالية، حيث كشفت مصادر مطلعة أن جماعة الإخوان الإرهابية تخطط لاقتحام المحكمة الدستورية ودار القضاء العالي يوم 8 يناير الجاري أثناء محاكمة الرئيس المعزول. وأكدت المصادر أنه سيتم الدفع بمجموعات إرهابية من شباب الجماعة الذين تم تدريبهم على يد قيادات من كتائب القسام لمحاولة تهريب مرسي. إذا أراد الشيطان أن يتعلم درسا في الإرهاب والتخريب، فيكفيه السير لدقائق في مظاهرة إخوانية، حيث كشفت مصادر من داخل جماعة الإخوان أن التنظيم الإرهابي ابتدع مسابقة شيطانية يواجه بها انخفاض قدرته على الحشد والتظاهر. أوضحت المصادر أن المسابقة الإخوانية تتمثل في حث شباب الجماعة على حرق أكبر عدد من سيارات الشرطة على أن تنال المحافظة التي تحرق أكبر عدد من السيارات على ثناء قادة الجماعة ودعمهم المادي والمعنوي. أضافت المصادر أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الجماعة الإرهابية هو تقليص قدرات الجهاز الأمني على المواجهة، تمهيدا لعمليات التخريب التي تخطط لها الجماعة قبل بداية الاستفتاء على الدستور. استجابة لمبادرة الفريق أول السيسي، وصلت قبيلة العليقات برأس سدر تسليم الأسلحة والذخائر إلى مكتب المخابرات الحربية ومديرية أمن جنوب سيناء، حيث تم تسليم مدفع مضاد للطائرات ورشاش متعدد وبندقية آلية ألمانية الصنع واثنين قنبلة يدوية وتسعين طلقة أعيرة متنوعة. وكان الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع قد أطلق مبادرة لتسليم الأسلحة غير المرخصة التي بحوزة المواطنين. كشفت مصادر مطلعة أن المهندس عبد الناصر عبد الفتاح عضو مكتب الإرشاد هو ما يقود تنظيم الإخوان الإرهابي فعليا في مصر، حيث يقوم بالتنسيق مع إخوان الخارج فيما يتعلق بالترتيب للمظاهرات والاعتصامات بالميادين. وأوضحت المصادر للبوابة نيوز أن محمد علي بشر ليس له علاقة فعلية بإدارة شؤون الجماعة، وأن دورها الحقيقي ينحصر في إدارة حوارات مع الدولة إن احتاج التنظيم لذلك، وهو لا يشارك في أي أمور تنظيمية حساسة نظرا لمراقبته من قبل أجهزة الأمن. الإخوان مفسدون في الأرض، حيث أكدت دار الإفتاء أن تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة هو عمل محرم وفعل مجرم وفساد في الأرض، لأنه إتلاف للمال واعتداء على ملكية الغير وفيه تعطيل لمصالح الخلق. وشددت الإفتاء على أن الصدام مع المجتمع وتبني آراء متشددة في مسائل قد اختلف فيها العلماء محرم شرعا، لأنه يؤدي إلى التنافر والشقاق المؤدي بذلك إلى مخالفة تعاليم الإسلام من التراحم والحب. نشرتنا انتهت، نلقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.